بعد غلق النفقين بالطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بئر مراد رايس وبئر خادم، تتواصل أشغال التهديم لتمديد النفقين على مسافة 300 متر، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية عبر مختلف الاتجاهات وتهيئة المداخل نحو المحطة البرية الجديدة للبئر مراد رايس التي هي في طور الإنجاز. هذا المشروع يدخل في إطار فك الاختناق على العاصمة بعد إنشاء هذه المحطة البرية اللي راح تستقبل بزاف من الحافلات وسيارات الأجرة، ويكون محطة توقف السيارات راح يكون سيارات كثيرة راح تدخل لهذه المحطة. درنا دراسة وين لقينا لازم نمدوهم ب 300 متر، وراح نديروا يعني تهيئة باش نفرقوا بين المستعملين القدامى لهذا الطريق والمستعملين اللي راح يكونوا جدد كي تفتح المحطة. نفق بئر مراد رايس يعد واحدا من بين 25 مشروعا جديدا شرعت في إنجازهم مديرية الأشغال العمومية على مستوى ولاية الجزائر للقضاء على الاختناقات المرورية التي تعاني منها ساكنة بلديات العاصمة. 25 مشروع يعني متفرقة على عاصمة، تقريبا العاصمة كلها عندنا بين هذا المشروع، وكاين مشروعين على محور الطريق الوطني رقم 1 هو المشروع بئر خادم السحاولة، محول بئر خادم السحاولة أو في تقدم ملحوظ، وإن إن شاء الله تسلم في غضون 2025. وعندنا مشروع واحد أخر اللي هو في مستوى باب علي، هذا مشروع ثاني. وعندنا مشاريع واحد أخرى كمشروع اللي يربط العاشور بالدرارية وباب حسن. ولتقليص آجال تسليم المشروع المحددة بستة أشهر، تعمل مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر بنظام المناوبة على مدار 24 ساعة لتسريع وتيرة الأشغال.